الاحتفاء بمسار كبير لمناضل كبير قررت المؤسسة أن تقوم به للأستاذ محمد اليزغي رفيق عبد الرحيم بوعبيد طوال حياته النضالية وأحد المؤسسين للمؤسسة. وبطبيعة الحال فإن استحضار المسار الطويل لنضال محمد اليزغي هو مناسبة للوقوف عند نقطة القوة التي حققها القادة الاتحاديون وعلى رأسهم سي محمد اليزغي لحزب القوات الشعبية، سواء كتعبير سياسي أو كمعارضة أو كمساهم في بناء الديمقراطية أو كمناضل حقوقي لصالح الحريات وحقوق الإنسان. ونحن لا نكاد نعثر على مرحلة من مراحل نضال الاتحاد لم يكن فيها الأستاذ محمد اليزغي حاضرا، أولا بإنجازاته وأعماله، وثانيا بمواقفه الشجاعة، وثالثا بتضحياته الكبيرة، حيث كان أحد القادة الذين تعرضوا باستمرار للاعتقال والتنكيل والتعذيب والسجن والنفي وحتى إلى محاولة اغتيال. ولذلك فاستدعاء هذه المرحلة هو دعوة للتفكير ليس فقط في الماضي ولكن أيضا التفكير في المستقبل. الحقيقة هي مناسبة طيبة جدا، هذه المناسبة التي تتمثل في مبادرة مؤسسة القائد التاريخي المرحوم عبد الرحيم بوعبيد لإقامة هذا الحفل التكريمي لرجل من طينة سي محمد اليزغي. سي محمد اليزغي الذي له مسار طويل وطويل جدا، ونضالات ونضالات ومساهمات ومساهمات في بناء الكثير من أوراش التي قام عليها المغرب الحديث. حقيقة يسعدني جدا أن أشارك في هذه الندوة التكريمية لرجل يستحقها بكل المقاييس، نظرا لماضيه الوطني ولنضاله كقائد تقدمي اتحادي أعطى الكثير وما زال يمكن أن يعطيها أيضا إن شاء الله. وأظن أن هذا التكريم ديال السي محمد اليزغي هو أظن تكريم للحزب ككل وكذلك تكريم الوطن، لأن الحزب كان تعمل من أجل تغييرات أساسية داخل البلاد سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، والسي محمد كان من في القيادة ديال الحزب وعمل كثير على المستوى التنظيمي. فأظن السي محمد في الحزب ما كانش اللي يمكن لك تسولوا عليه وما يقولكش بأن تكلمت معاه عشت معاه جلست معاه إلى آخره، لأنه كان رجل ديال القرب. إذن فكان التعامل ديالو دائما تعامل طيف، تعامل بالبشاشة، تعامل دبلوماسي، وبطبيعة الحال في بعض الأوقات ملي تتأثر الأمور يمكن لواحد يستعمل شوية ديال القوة التعبيرية فقط، لأن كان السي محمد دائما تيحاول يساوي بين المجموعات ويلين ما بيناتهم.